طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: مسجد أمامه مقبرة، يعني ملاصقة للمحراب، بينها وبين المحراب تقريبا 200، قديم جدا، يعني أنشئت في وسط المدينة. وبتسأل عن هل يجوز ولا لا المسجد طيب بقاؤه؟ وأما المسجد الذي عنده مقبرة، فإن كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء بينها وبينه مسافة فلا أثر لذلك، والمسجد مسجد صحيح صلى فيه والحمد لله. نعم.